والآن مع محاضرتنا الخامسة والأخيرة لهذا اليوم مع المصممة وئام حريب في محاضرة بعنوان تصميمنا هويتنا تراثنا. أستاذة وئام. شكرا أركنت على هذه الاستضافة، ونتمنى تكون محاضرة مفيدة للجميع. أول شيء نعرف بنفسي، وئام حريب مهندسة معمارية. اليوم حتكون محاضرتنا بعنوان تصاميمنا هويتنا تراثنا. محاضرتنا اليوم بعنوان تصاميمنا هويتنا تراثنا حنتكلم في البداية عن التقسيمة العامة للمحاضرة، هي تنقسم لثلاثة أجزاء. في البداية حنتكلم عن الهوية، من ثم التراث، من ثم ننتقل إلى جزئية التصميم. الهوية بمفهوم بسيط هي عبارة عن مجموعة مكونات تؤدي لشعور الفرد والجماعة بشخصية متميزة ومتفردة عن باقي المجموعات، وهذا ما يعطينا أو ما يولد عندنا بما يعرف بالانتماء. هنتكلم بصفة مختصرة نوعا ما عن الهوية الليبية ومكوناتها اللي تختلف طبعا حسب التنوع الجغرافي، بأن ليبيا تعتبر من البلدان اللي تحظى بمساحة ضخمة، تقريبا ترتيبها 17 عالميا من حيث المساحة. فالمساحة هذه أثرت بحيث يكون أن الهوية متنوعة بحسب المناطق أو البقعة الجغرافية، وفي اختلاف كبير نلاحظه أو ممكن تقسيمها إلى أجزاء أو المناطق اللي على الساحل، المناطق الجبلية، وأيضا عندنا المناطق اللي في الجنوب الليبي. هذا التنوع الكبير الجغرافي أو خلى في البلاد عندنا مجموعة مكونات للهوية. أهم حاجة عندنا اللغة. اللغة الأساسية في ليبيا وأغلب السكان نطقين بها، وهي تعتبر اللغة الأولى، هي اللغة العربية. الثاني لغة هي اللغة الأمازيغية اللي نلاحظها في أغلب المناطق الجبلية، أيضا بعض المناطق اللي على الساحل ومناطق بسيطة في الجنوب الليبي. ثاني أو ثالث لغة هي اللغة التبوية اللي هي أغلب نطقين بها السكان اللي في الجنوب الليبي، اللي هي المنطقة الصحراوية. ثاني أهم ما يميز أو الهوية أو أي هوية بصفة عامة هي الزي. الزي يعتبر أداة لتمييز الشعوب ومن أهم ركائز الهوية. نلاحظ هنا في الزي الليبي بعض الصور للزي الليبي التقليدي للمرأة الليبية. أول شيء نلاحظه ما يعرف بالفراشية، هي عبارة عن قطعة من القماش الأبيض تلف بها المرأة كامل جسدها، أيضا الوجه نلاحظها أغلب الأحيان تكون مصنوعة من الحرير خاصة في المناطق الساحلية، أيضا تواجد في المناطق الأمازيغية لكن بماتيريال تانية اللي هي الصوف. طبعا اختلاف في المواد يحتم الاختلاف البيئي، أيضا اختلاف في المناخ بين المناطق. هنرجع نتكلم عن الزي. كما ذكرنا ان في البدايه عندنا الفراشيه، هي تعتبر من الازياء الموجوده في المغرب العربي بصفه عامه في شمال افريقيا، لها عده مسميات. هي عباره عن قطع قماشيه مستطيله تلف بها المراه جسمها والوجه، ايضا مختلفه في الماتيريال، نلاحظها بالحرير في المناطق الساحليه، بالصوف في المناطق الجبليه والمنطقه الوسطى. أيضاً نلاحظ ما يعرف بالرداء أو الحولي، هو أيضاً قطعة قماشية مصنوعة يدوياً لكن تحتوي على خطوط عرضية ملونة بألوان مختلفة. تختلف الألوان هذه حسب المناسبات وحسب المناطق، وتختلف من منطقة إلى أخرى. تصنع في الغالب من الحرير ويكون مطعم بالفضة أو الذهب في حالة اللباس، يكون في المناسبات المهمة كالأعراس والأعياد وغيرها. الألوان هذه تختلف أيضاً حسب المناطق. نلاحظوا في المناطق الجنوبية، هي مناطق الصحراء، يغلب عليها الألوان الفاقعة، أيضاً علامات الرأس الملونة باللون الأحمر. الحلي تكون بشكل كبير نوعاً ما، أغلبيتها فضة، تحتوي العديد من النقوش، لها رمزيات ومعاني مختلفة حسب المناطق. ممكن التمييز المرأة من خلالها
يعرف أن المرأة هذه من أي منطقة وتنتمي إلى أي قبيلة وغيرها. بنوه أن هذه الصور للمصور ساسي حريم يقوم بتوثيق الأزياء أو الزي الليبي بصفة عامة. ثاني نقطة أيضا في الزي، أن نلاحظوا الزي الرجالي يغلب عليه ما يعرف بالجرد، وهو شبيه بالزي الروماني القديم، عبارة عن قطع صوفية يلف بها الجسم. أيضا تحتوي زي الليبي على العديد من النقاشات والتطريز، خاصة في القطع اللي تعتبر داخلية. لاحظوا الألوان تكون محايدة أكثر في المناطق الجبلية وعلى الساحل، أما الألوان الفاقعة والرسومات والتطريز الغني بالألوان محدود جدا في المناطق الجنوبية اللي هي المناطق الصحراوية، زي الأغدانس اللي يحتوي عديد من الألوان، مشهور جدا بالنقوش الهندسية خاصة، هذا ما يميز زي الغدانسي أو زي بصفة عامة في منطقة الجنوب، والعمامة اللي تلف الرأس. بنطرق أيضا من أهم العناصر اللي تعتبر غنية جدا في ليبيا، حيث مرت على ليبيا العديد من الثقافات المختلفة ما أدى إلى زخم معماري. لاحظوا مرت ليبيا بفترات مختلفة، مرت عليها بعض الحضارات كالحضارة الرومانية، العهد العثماني، الاحتلال الإيطالي وغيرها، أدى إلى تنوع كبير في العناصر المعمارية وأيضا في النمط المعماري. هنطرق بصفة بسيطة عن الأنماط المعمارية المميزة. عندنا أول شيء العمارة الرومانية. اشتهرت العمارة الرومانية تقريبا في المناطق الساحلية في منطقتين لبدة وصبراتة، حيث تعتبر لبدة من المناطق التاريخية اللي ضمن أو دخلتها اليونسكو ضمن التراث العالمي. هي منطقة رومانية متكاملة تحتوي تقريبا على مسرح كامل بجميع عناصره، أقواس النصر، البازيليكا، الفسيفساء، تقريبا أغلب العناصر العمارة الرومانية موجودة وواضحة لحد الآن. وأهم ما يميزها طبعا السكيل الضخم اللي يوحي بالفخامة ويعطي الرهبة، وهذا كان مطلوب في تلك الفترة نتيجة العبادة الآلهة وغيرها. طبعا أكثر شيء كان يستعمل هي الأحجار والأحجار الرخامية. ثاني أهم الأنماط اللي هي العمارة المحلية. طرقنا هنا إلى نموذجين، عندنا نموذج العمارة الجبلية تشتهر بها منطقة جبل نفوسة، اللي هي المباني الحفر أو ما يعرف بحوش الحفر. هي مباني مصنوعة أو عبارة عن مباني في باطن الأرض، حيث يتم حفر المبنى بالكامل داخل الأرض، عبارة عن مجموعة حجرات تفتح كلها في ساحة مكشوفة. أغلب المواد المستعملة هي المواد اللي من الطبيعة. النوع هذا من المباني يعتبر مباني خضراء، يحافظ على درجة الحرارة المعتدلة. لاحظوا أن الحرارة في الصيف تكون باردة جدا، وبالعكس في الشتاء يوفر دفء. أغلب المباني في الجبل تستعمل في الأحجار، الأخشاب الموجودة في الطبيعة سواء النخيل أو جذوع الشجر الزيتون وغيرها من المواد الطينية وغيرها الموجودة في الطبيعة. ثاني نموذج هو القصر، أو ما يعرف أو يعتبر أول نموذج للبنك، عبارة عن مبنى من 4 إلى 6 طوابق، عبارة عن حجيرات صغيرة تستعمل كمخزن للمؤن سواء شعير، قمح، بعض التمور وغيرها. بنيت هذه المباني بالأحجار، جذوع النخيل، المواد الطينية والجصية الموجودة في المنطقة. ثاني نموذج هو العمارة الصحراوية. أهم نموذج فيها في ليبيا هو عمارة مدينة غدامس، تعتبر مدينة صحراوية متكاملة، أيضا ضمن المباني اللي صنفتها اليونسكو ضمن التراث العالمي. أشهر ما يميزها هي عبارة عن مساكن متلاصقة بأسقف موحدة، بناء بينها شوارع ضيقة تقريبا 1.5 إلى 3 متر متعرجة، فيها بعض الفتحات
تسمح بمرور الهواء والضوء في داخل الأبنية. أغلب هذه المباني عبارة عن تعتبر توفر خصوصية تامة سواء للساكن أو أيضا للزوار، بحيث كلها تعتبر بنائها إلى الداخل. لاحظوا الفتحات توجد بشكل بسيط تقريبا 30 في 30 سنتي مش أكثر. أهم المواد البناء هي جذع النخيل، الطين، الجص، وكلها مواد موجودة في الطبيعة. ممكن هذا أهم ما يميز العمارة المحلية، هي احترامها للمقياس البشري من كل نواحي، سواء في الفتحات، توجيه المباني أو توجيه المدن، أيضا مواد البناء، فتعتبر نموذج ممتاز للمباني الخضراء. ثاني عنصر مهم أو عمارة مهمة في ليبيا هي عمارة في العهد العثماني، تعتبر عمارة كانت في وقت أو في مدة زمنية تعتبر طويلة، أثرت تأثير واضح في ليبيا وخاصة في مدينة طرابلس وبنغازي. أهم ما يميز الفترة هذه في العمارة هي ظهور المباني العامة، المساجد، المساكن، المدارس، الفنادق، الخانات، أيضاً الساحات والأسواق. أهم ما يميز العمارة هذه في المساكن، تقريباً نموذج متواجد في الشام وفي مصر وفي غيرها، هو الفناء الداخلي ورواق يحيط به الحجرات بحيث كلها تفتح إلى الداخل على الفناء. أيضاً نلاحظ الأقواس، النحت في الحليات سواء في على الحجارة، الرخام، الجص، أيضاً في الخشب. أيضاً أهم ما يميز العمارة في الفترة العثمانية هي حفاظها على مفهوم الخصوصية، أيضاً حفاظها على المقياس البشري. نلاحظ كل المباني أو أغلبها ما يتجاوزش الطابقين خاصة السكني. تعتبر هذه أهم مميزات العمارة في تلك الفترة في عهد العهد العثماني. هذه بعض الصور للسرايا الحمراء في مدينة طرابلس وبرج الساعة ونموذج من المنزل وهو الحوش الجرماني. آخر نموذج اللي هو العمارة في العهد الإيطالي، أيضاً تعتبر إيطاليا أثرت تأثير كبير في العمارة في ليبيا. شهدت فترة الاحتلال الإيطالي نمو كبير للعمارة، فحاولت إيطاليا أن هي تقيم نموذج آخر لروما، فمسمية طرابلس قديماً بروما الثالثة. أغلب المباني أو النمط المعماري في هذه الفترة اعتمد اعتماد مباشر على المباني العالية، الشوارع الفسيحة، مفهوم الخصوصية كان أقل، تعتبر معدوم في بعض المباني، أغلب الفتحات تفتح إلى الخارج على الشارع مباشرة. لاحظوا أيضا الارتفاعات من 4 إلى 5 أدوار في أغلب المباني، أيضا ظهور العديد من المباني المختلفة، المسارح، البنوك، الكنائس، أيضا الساحات العامة، طرق البناء أيضا مختلفة، وأيضا النمط المعماري أو الشكل المعماري اختلف. لاحظوا هنا اختلف من البساطة اللي كانت في العمارة المحلية والقليل منها في العمارة أو في عمارة العهد العثماني. هنا العمارة في العهد الإيطالي أكثر فيها تفاصيل أكثر من حيث الزخارف على الواجهات، الأقواس، استعملوا العديد من المواد خاصة الرخام، الأحجار، كلها كانت فيها نقوش وحليات، وهذا أغلب ما يميز العمارة في تلك الفترة. تقريبا هذا الجزء الأكبر اللي كون هوية مختلفة في ليبيا، اختلاف هذه العمارات كلها. أيضا أهم الأشياء اللي تعبر عن هويتنا هي النقوش والزخارف والرسومات. النقوش هذه لاحظوها في عدة عناصر أو مكونات، لاحظوها في الزي، ممكن تكون نقوش عبارة عن تطريز،
أو داخل في النسيج نفسه. الرموز هذه والنقوش لها دلالات كبيرة، بعض المناطق تتميز برموز معينة، ممكن معرفة صاحب الزي من أي منطقة ينتمي عن طريق هذا الرمز، حيث يعتبر كأنه توقيع للمنطقة هذه أو للنساء اللي كانوا يشتغلوا في المنسوجات. أيضا لاحظوا الأوشام كانت متواجدة على الوجوه وعلى الجسد، أيضا تعتبر كدليل من حيث المرأة هذه حالتها الاجتماعية من أي منطقة وغيرها. أيضا نلاحظ النقوش والرموز هذه متواجدة في كل الحلي سواء كانت ذهب أو فضة، لها رموز معينة بأشكال معينة أيضا تميز المناطق عن بعضها. ومن أشهر ممكن الرسومات اللي ظهرت في فترة معينة هي رسوم على الجدران الداخلية خاصة في مدينة تغدامس، حيث النساء كانت تزين المباني أو الفراغ الداخلي بالكامل بالرسومات. ممكن يوجد مثال مشابه في منطقة العسير في جدة، بنفس الطريقة كانوا النساء يرسموا على الجدران من الداخل كتزيين للمنزل، خاصة في مدينة تغدامس تعتبر مدينة صحراوية، الألوان فيها شبه منعدمة، رمال وبعض أشجار النخيل، فالناس كانت تحب تزين المباني من داخل بحيث تعطيها إضاءة وأجواء مختلفة عن البيئة الخارجية. أيضا لاحظوا النقوش هذه أو الزخارف، في زخارف نباتية موجودة في البلاطات الخزفية خاصة في العهد العثماني انتشرت بشدة، البلاط الخزفي أو ما يعرف به القيشاني كان مشهور جدا أو وازدهرت الفترة العثمانية بهذا النوع من البلاطات. تقريبا هذه كانت نبدأ ولو بسيطة عن المكونات الهوية الليبية وكيف حنتعاملوا معها في التصاميم الداخلية، حنشوفوها في المحاضرة المتقدمة. ثاني أو مع الهوية أيضا أهم شيء يكون نعرفه بالتراث. التراث طبعا ينقسم لعدة أقسام وموضوع شائك جدا. في هذه المحاضرة بنأخذ الجزئية اللي هي الحرف أو أهم حرفة كانت موجودة ولا زالت لحد الآن في ليبيا، هي النسيج والمشغولات الخيطية. كان لها اهتمام كبير، كانت أغلب الأزياء والقطع اللي موجودة في المنازل من سجاد بطاطين أو وثائق كانت كلها تصنع يدويا بما يعرف بالمسدة أو النول، أو أيضا ممكن بعض المناطق يسموه السدو. هي عبارة عن ألواح خشبية تقوم بتركيبها بطريقة معينة لصناعة الأقمشة، سواء كانت أقمشة هذه صوف أو حرير أو عديد من المواد الثانية. النول هذا ينقسم إلى جزئين في ليبيا، في النول العمودي أو ما يعرف بالمستة، والنول الأفقي اللي هو يسمى بالنول. النول العمودي أغلب النسيج اللي يخدموا به هو النسيج الثقيل أو الأقمشة الثقيلة اللي هي السجاد، الكليم، العباءات الصوفية كالجرد والتلابة والبطانية، كلها مشغولات تشغل بالصوف الخام. أغلب من كان يمارس في هذه الحرفة هم النساء، ويتواجدوا أغلب شيء في المناطق الجبلية وفي منطقة الوسط، مشهورين جداً ب القطع الصوفية أو ما يعرف بالعباءة الصوفية. أما بالنسبة للنول الأفقي كان يستعمل لنسج الأقمشة الخفيفة كالحرير، مشهورة جدا أو أغلب المناطق اللي كانت تشتغل عليها النول الأفقي هي المناطق الساحلية وخاصة طرابلس، مشهورة جدا بالنول الأفقي اللي استعملوا به الحرير، ولذلك للآن يعني موجودة بعض الحرفيين اللي متمسكين بالمهنة هذه ويشتغلوا على الحرير. الحرير طبعا ممكن تطعيمه إما بخيوط فضة أو ذهب، يستعمل هذه الأردية الحريرية في الأزياء النسائية وغالبا في المناسبات كالأفراح أو الأعياد. هنا المهنة هذه أو الحرفة النول لها قيمة عالية جدا سواء مادية أو معنوية في ليبيا. مادية لأن الجرد أو العباءة هذه
أحيانا تستغرق سنة كاملة لإعدادها، لهذا عرفت في أغلب المناطق باسم الحولي، لأنه يمر حول كامل لصناعة هذه القطعة، تعتبر قطعة فنية يعني. فلهذا القيمة المادية والمعنوية للقطع المصنوعة يدويا ما زالت إلى الآن تحمل هذه القيمة ولها معنى، خاصة عند الليبيين بصفة عامة. هنا نلاحظوا أن كيف نجمع بين الهوية والتراث في التصاميم. أغلب المصممين والمعماريين يواجهوا في مشاكل لما يحاولوا تأتيت فراغ معين، إن أغلب القطع الأثاث تتشابه وتتكرر. نادر ما يستطيع أن المعماري أو المصمم الداخلي يجد قطعة تعبر عن هويته وتعبر عن بلاده أو تعبر عن المنطقة اللي هو فيها، مما يؤدي إلى تكرار أغلب قطع الأثاث. هني فكرنا بطريقة مختلفة، أن ليش ما يكونش في براند محلي يقوم من خلاله بتصميم قطع تستخدم في التصميم الداخلي، لكن فيها وحي أو ستايل يعكس الهوية والتراث الليبي. هنقول كيف جمعنا بين هذه القصص، بين التراث والهوية والتصاميم في براند تينيلي. هي الخيط اللي ننسجه به قصة تجمع بين الماضي والحاضر عن طريق تصاميم مستوحاة من هويتنا الليبية بأسلوب تقليدي، اللي هي بالحرف اليدوية اللي هي النول، استعملناها وصنعنا بها قطع مميزة تعكسنا احنا كليبيين. تينيلي تعني الخيط باللغة الأمازيغية. الفكرة من اللوجو هي أحدى النقوش والرموز اللي كانت تستعمل في العباءات القديمة، شكل مبسط أو شكل تجريدي من هذه النقوش. في تينيلي القطع الأثاث تحمل اسم وقصة، مش بس قطعة عادية، يعني كل مجموعة لها قصة واسم خاص بها. هنقوم بعرض بعض المجموعات. عندنا المجموعة الأولى هي تونين، تعني الأبار باللغة الأمازيغية، وهي إحدى المدن أو القرى في مدينة غدامس الصحراوية. مدينة غدامس مدينة غنية أو تعتبر كنز معماري مليء بالرمزية، سواء الألوان البيضاء للمباني، الأشكال المثلثية اللي تعلو كل مبانيها. الشكل المثلثي له عدة روايات، منها طرد الأرواح الشريرة، منها تأثير ديني يتعلق بالآلهة القديمة تانيت، فلها عدة مفاهيم وعدة تأثيرات بالنسبة للمباني الغنانسية. المجموعة هذه مصنوعة من القطن بنفس الطريقة القديمة اللي هي بالمسدة أو النول، بألوان مختلفة. اخذنا استوحينا اللون الأبيض من المباني، الأخضر من النخيل، واللون البني من رمال الصحراء. كوننا مجموعة، الفكرة الأساسية فيها هي المثلثات اللي قامت عليها مدينة غدامس أو تعلو أغلب المباني ولها بصمة خاصة في مدينة غدامس. هذه صور لبعض القطع. المجموعة الثانية مجموعة كليلا، تعني المشي بالأمازيغية، ويطلق كليلا على الشريط الزخرفي اللي يزين العباءات التقليدية أو ما يعرف بالتلابة. هذه صورة للعباءة للمصورة ندى حريب، توضح العباءة النسائية الصوفية والشريط الزخرفي اللي في آخر العباءة. الشريط هذا الزخرفي طبعا يختلف من منطقة لأخرى ومن مرأة لأخرى، لأن في بعض النساء تستعمل في زخرفة معينة وتعتبر كتوقيع أن هذه هي المرأة اللي صنعت هذا التوب. مجموعة كليلا استوحينا الألوان اللي موجودة في العباءة اللي هو اللون الأبيض أو البيج، اللي صنعت من خامة القطن بطريقة طبعا نفس طريقة المسدة التقليدية. حاولنا نجرد النقوش والرسومات بطريقة حديثة نوعا ما، ادخلنا كل الألوان اللي كانت تستعمل في العباءة قديما، هي الأحمر والأزرق. طبعا قديما كانت هذه الألوان تصبغ طبيعيا من المواد اللي في البيئة، سواء من الأشجار أو بعض الحشرات وغيرها. هذه قطعة من مجموعة، لاحظوا الشكل اللي هو شكل الرموز بطريقة مجردة ومبسطة.
المجموعة الثالثة هي إيلن تعني البحر. المجموعة هذه مستوحاة من البلاطات الخزفية اللي كانت تزين أغلب الجوامع والمساكن في العهد العثماني، اللي كانت تشتهر بها مدينة طرابلس بالخصوص، وخاصة المساجد والمنازل في مدينة طرابلس اللي هي تعتبر المدينة الساحلية أو ما يعرف في ليبيا بعروس البحر. المجموعة هذه مصنوعة من القطن المعالج وما يعرف بخيوط اللانة. استوحينا الألوان من الزخارف بنفس الطريقة القديمة اللي كانوا يستعملوا فيها في طرابلس، اللي هي الرداء أو ما يعرف الرداء أو الحولي اللي هو مخطط بألوان مختلفة. أيضاً أدخلنا في هذه المجموعة التطريز اليدوي، وأيضاً الطباعة على القماش في قطع مختلفة سواء في الأباجورات في الإطارات، بحيث كان في تنوع في القطع المستخدمة. آخر مجموعة هي مجموعة نانا. المجموعة هذه تعني الجدة بالأمازيغية. بالنسبة للأمازيغ الجدة هي تعتبر النواة الأولى للنسيج أو صناعة المسدة، بحيث كانت الجدة هي اللي تعلم في باقي الفتيات هذه الحرفة، وكانت هي المسؤولة عن كل التفاصيل من تنظيف الصوف لغزلة وأيضا لإقامة المسدة والعمل عليها. في هذه المجموعة حاولنا أن نطبق نفس الخطوات بنفس المواد اللي كانت تستعمل فيها الجدات، بنفس الخطاط اللي كانت تستعمل قديما في البطانيات والأغطية اللي كانت تستعمل في المنازل. اللي هي استعملنا صوف طبيعي بنفس الخطاط بنفس الألوان، بس طعمناها ببعض القطع الجلدية. أيضا أدخلنا في مجموعة معينة ألوان مختلفة كانت تستعمل في الكليلة قديما. هذا بالنسبة للمجموعات اللي تطبقها كل فترة اللي لها اسم وقصة خاصة بها. وفي المقابل أو بخط موازي توجد مجموعات خاصة لكل عميل، حيث العميل يطلب الألوان اللي تناسبة، يطلب التطريز، أو ممكن يكون عنده قصة حاب هو يكون في الأتات متاعها. المجموعات هذه أو المجموعات الخاصة فيها تقنيات مختلفة، سواء التطريز اليدوي، التطريز الآلي، الطباعة على القماش. أيضا كلها تصمم وتنفذ بالطريقة التقليدية اللي هي بالمسدة. لاحظوا هنا بعض النقوش في بعض الوسائد. الخطاط تختلف في المستوحى من الأردية أو من ألوان معينة حسب رغبة العميل. أيضاً تختلف الأحجام، التطريز، القطع، سواء أغطية، وسائد، بعض الفخاريات أيضاً أدخلنا عليها نقوش تتماشى مع باقي القطع الأدات. أيضاً في خط ثالث في تينيلي وهو تنجيد القطع الأدات سواء قديمة أو جديدة. أحياناً بعض العملاء يفضلوا فكرة إعادة التدوير والتنجيد. استعملنا فيها عدة تقنيات، منها التطريز الآلي أدخلناه على عدة قطع بحيث النقوش والرموز اللي كنا نستعمل فيها قديما عدنا صياغتها وبطريقة مجردة أو بألوان مختلفة وجديدة بالتطريز الآلي أو التطريز اليدوي. في هذه الصورة نلاحظ التطريز الآلي تنجيد به كراسي. أيضا بعض القطع اللي كانت مستوحاة من أقمشة كانت تستعمل قديما، ممكن أيضاً العميل يكون عنده قطع أقمشة قديمة وحاب يستعملها بطريقة جديدة. ممكن إحنا نكون حلقة الوصل هذه بين القديم والجديد، تجدد هذه القطع وتستعمل فيه. ممكن هي قطعة قماش عادية قديمة، سواء مثلاً جرد قديم أو بطانية قديمة مصنوعة يدوياً، إحنا نعود صناعتها في قطع مختلفة سواء مخاد، بعض الأباجورات، إطارات وغيرها. حاولنا بهذه الطريقة أن احنا نحافظ على الهوية الليبية، لكن في نفس الوقت تكون سهل استعمالها حاليا. أيضا ممكن تجديدها والتجديد يكون فيها مستمر، بحيث احنا ما نفقدوش هويتنا الليبية، وفي نفس الوقت نكون احنا متواجدين يعني، أو القطع هذه ممكن انها تتواجد حاليا في العصر الحالي مع أداتنا المودرن، مع أي أسلوب أو أي نمط ممكن نحطه القطع هذه تتناسب مع
التصميم الداخلي اللي احنا نحبوه او احنا نفضلوه في الفراغات الداخليه بتاعنا. ان شاء الله نكون بالمحاضره هذه عرفت ولو شويه بالهويه الليبيه وتراثنا وكيف ان تنلي حافظت على او مزجت بين الاثنين بحيث تكون تصاميمنا هي هويتنا وتراثنا. شكرا لكم، ان شاء الله تكون محاضره خفيفه ومفيده، ولاي حد تفضل اي سؤال. نشكر المصممة ويام حريب على هذه المحاضرة القيمة، ونبدأ الآن بالأسئلة. ولكن قبل أن نبدأ، بس أنا حاب أشكرك صراحة على هذه المحاضرة القيمة. شكرا. بس أصح معلومة، اللي هي منطقة عسير هي في جنوب السعودية. جدة تعتبر منطقة مختلفة، والعنصر اللي ذكرتيه تطريز الجدران يسمى القط العسيري، وهو فعلا خاص بأهالي منطقة عسير. صوت. ألو. أيوة. منطقة عسير شنو؟ نعم، منطقة عسير هي في جنوب السعودية، تنفصل تماما عن منطقة جدة. وكذلك، ولكن العنصر اللي ذكرتيه تزيين الأسطح هو القط العسيري. وصحيح، هو فعلا خاص في منطقة عسير. تمام، يعطيك العافية، شكرا على المعلومة. شكرا، الله يسلمك. وبالنسبة للأسئلة، فورد سؤال بخصوص التاريخ الخاص بليبيا بحكم كثرة الطرازات وكذلك الحضارات اللي مرت على الدولة في تاريخها. كيف يترجم أو كيف تترجم هذه الطرازات في الوقت الحالي؟ ما هو أثرها على العمارة المعاصرة في ليبيا؟ كما لاحظتم من الأنماط مختلفة، العمارة المحلية حالياً تعتبر خليط من أغلب هذه المكونات على أفضل تقدير. يعني طبعاً أغلب المعماريين حالياً ابتعدوا قليلاً عن الأنماط هذه، ظهر عليها النمط الحديث. يعني في فترة معينة كان في تراجع عن هذه الأنماط، حالياً فيه رجوع كبير لفكرة العمارة المحلية أو العمارة اللي هي ترتبط أو لها علاقة بالمنطقة. بالنسبة لاختلاف الأنماط المعمارية، مثلا العمارة المحلية في أو نقول العمارة في العهد العثماني محصورة حاليا في المدينة القديمة وأسوار المدينة القديمة، هذا أغلب اللي يعتبر موجود فيه وبشدة النمط المعماري أو ما يعرف بالعمارة العثمانية. أما الإيطالية ففي العهد الإيطالي ممكن تعتبر شيء إيجابي نوعا ما، إنهم حافظوا على المدينة، قاموا المدينة الجديدة أو طرابلس الجديدة بعيدا عن أسوار المدينة القديمة. فلما حاليا المعماريين لو حابين يصمموا مباني جديدة فهو يعتمد على قيمة على موقع المبنى نفسه. فنلاحظوا أن أغلب المباني اللي هي قريبة من المدن أو من الطراز الإيطالي يقتربوا أكثر من النمط الإيطالي أو يتماشوا مع هذا النمط ولو بطريقة أبسط. طبعا أيضا في بعض المباني اللي صممها الإيطاليين مزجت بين العمارة المحلية والعمارة الإيطالية، في بعض النماذج حافظوا أو خلينا نقولوا استعملوا اللي هي البساطة اللي موجودة في العمارة المحلية مع بعض العناصر الإيطالية. مش عارفة إن شاء الله نكون جاوبت أو فهمت السؤال صح. يعني لا، إجابتك كانت واضحة أستاذة ويهام. السؤال الثاني يتعلق بالنسيج. هل هناك تطبيقات أخرى له باستخدام مواد خلاف الصوف والحرير؟ أنا وريت النماذج، استعملت القطن، أيضا استعملنا ما يعرف بألانة أو هو الصوف المعالج. الصوف يعتبر أخف أنعم من الصوف الخام،
فيمكن استعمال بعض أو بعض المواد المختلفة اللي هي ممكن تتماشى حاليا أكثر مع المباني وحياتنا اليومية. من الصوف شوية صعب حكم الملمس، الخشونة الموجودة في الصوف، فحاولنا أن ندخل مواد تانية مختلفة لكن بنفس الطريقة التقليدية. فنعم يمكن إدخال مواد مختلفة للسدو أو ما يعرف بالنور. واضح. وبالنسبة للسؤال تابع كذلك، بالنسبة للنسيج، بالنسبة للتطاريز أو الرموز الموجودة في النسيج ذاته، هل هناك أمثلة أو تفريق واضح ما بين الطرازات أو الرموز التقليدية والرموز المستحدثة؟ وهل هناك فرق ما بين قيمتها السوقية كسلعة؟ الرموز بس يعني مثلا الفيتنيلي ناخذه في الرمز كما هو، خاصة مثلا الرموز الأمازيغية اللي هي تعتمد على الشكل الهندسي، نحاولوا نكونوا نحافظوا عليها قدر الإمكان. طبعا الرموز، طبعا كل رمز له اسم معين وله خلفية معينة سواء المناطق وغيرها. في ليبيا الأغلبية أو بعض المناطق تعرف معاني هذه الرموز، حديثا ممكن مش كل الناس تعرف معاني الرموز، فنحاول احنا في تنلي ان تكون رموز هذه مرفقة مع القطعة كقصة، اسم الرمز، القصة من وراء هذا الرمز، شن كان يعني قديما، اسمه قديما، فنحاول نكون هذا الربط بين القديم لكن بنفس الوقت في قطعة جديدة ممكن الأجيال الجديدة تتعرف هذه الرموز وتتخيل إن أو ممكن أيضا نرفقه مثلا صور زي ما كنا رافقين صور حاليا للقطع القديمة كيف كان شكلها أو كان من شن كانت مستوحية هذه الرموز. فنحاول نكون هذا الربط يعني بين القديم وبأسلوب جديد ممكن حاليا الأجيال الجديدة اللي ما كانتش تعرف أو ممكن ما عاصرتش النساء اللي كانوا ينتجوا ما شافوش الرموز هذه في القديم، نحاول احنا نجددوها أو نوصلوها بطريقة أبسط لكن بنفس القيمة، لأن قيمتها هي موجودة، قيمتها في الرمز نفسه يعني. فالقيمة صعب، احنا مش احنا اللي حنحط القيمة، هي قيمة أصلا موجودة في الرمز هذا. صحيح، بس أعتقد أن السؤال كان مرتكز على بعض الرموز أو بعض النسيج التقليدي لما يستحدث أو يتم استخدامه في العصر الحالي، يكون هناك أخطاء في طرق نسج هذه الرموز. وفي تنيلي يعني ذكرتي أستاذة وهام أنه عندكم البيبليوغرافي حقت كل رمز بالنسبة للسلعة، تاريخها، أمهلتها التراثية، وهذا جدا مهم حتى لا تندثر هذه الرموز أو يتم استبدالها برموز أخرى تختلف بفروق بسيطة ولكن لا تعبر عن الرمز ذاته. فيعطيكم العافية على هذه الجهود. شكرا شكرا لك. هذا نحاول نحافظ عليه، ان نحافظ على الرموز اللي اصلا هي تعبر عن الهويه الليبيه، ونحاول نخلوها تستمر للاجيال القادمه يعني مش بس تكون محصوره في كذكرى او كشيء من الماضي فقط. ممتاز. استاذ ويهام، سؤال اخير بالنسبه للمرجع لدراسه هذه الرموز، هل هناك اي recommendation أو أي توصية من خلالكم لمن يريد دراسة هذه الرموز التقليدية؟ حقيقة في ليبيا التوثيق قليل وضعيف، أغلب الرموز هذه تتوارد شفهيا، المعلومات تكون شفهية. حاليا في مجهودات لتوثيقها بالصور وفي كتب، نحاول كلنا أن احنا نوثق هذه المعلومات ما تكونش بس شفهية ومتوارثة شفهيا. في بعض المواقع اللي عندها جهود جدية في هذا الموضوع، ممكن أن نكتب بعض المواقع في الشات فيما بعد، توثق هذه الرموز بأسمائها بالمناطق المشهورة بها، خاصة في موضوع النسيج، موضوع جدا كبير وضخم. ففي بعض الجهات تقوم حاليا بتوثيق هذه الرموز بقصتها كاملة من أي منطقة، النساء اللي قاموا بهم أسماءهم أيضا. ف
ففي جهود ولو كانت طفيفة أو بدايتها، لكن لا فيها جهود والحمد لله، وإن شاء الله تستمر يعني وتكون قاعدة يرتكزوا عليها الكل الناس، إن هذه رموز ممكن الرجوع إليها في أي وقت من الأوقات. بإذن الله. نشكرك مرة أخرى أستاذة ويهام. شكراً لك على جهودكم معنا في أسبوع تصميم الداخل العربي الثاني، ونطلع للتعاون معكم مرة أخرى. شكراً لكم وشكراً على هذه الاستضافة والفرصة القيمة. شكراً. ونشكركم ضيوفنا الكرام على وجودكم معنا في اليوم الثالث، ونراكم غداً في اليوم الرابع في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت السعودية. شكراً لكم جميعاً. كمان لكم.